عسلامة ومرحبا بكم، صح شريبتكم. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وصفة سمسة تونسية، وصفة زمنية، مقادير متوفرة في كل دار. دونك قبل ما نبدأ مع بعضنا، اللي مازال ما اشتركش في القناة يضغط على زر الاشتراك سابوني ويفعل الجرس باختيار كلمة الكل باش يوصلكم كل جديد، كل فيديو جديد ان شاء الله. دونك باش نستحقوا مع بعضنا 100 غرام لوز معرج، مغرفتين ابوبري زهر، ومغرفة ونص سكر محور، ما يقارب 20 غرام، 20 غرام بالضبط. دونك باش ناخذوا الكاكاوية، عفوا اللوز، باش نرحوه، مازلت غالطة في وصفة المحشي. ناخذوا كعبات اللوز، 100 غرام لوز، ونرحوهم، ما نرحوهمش اون بودر، معناها نخلوهم خشين شوية. هذا القوام اللي حاجتنا بيه، باش ناخده نحطوه في البول نتاعنا، في الصحفة نتاعتنا بليتو. نزيدو 20 غرام سكر محور بالطبيعة، نخلطوه من النواشف في بعضهم، نخلطو السكر واللوز بالباهي. نضيفه ماء زهر بشوية بشوية، لهنا مش بالضرورة يكون ماء زهر، تنجم تستعمل عطر شيا، تنجم تستعمل ماء ورد، كيما تنجم تستعمل النسري زادا. نقلبوهم بالباهي في بعضهم، نحاولوا نخلو ماء زهر يوصل للنواشف الكل، يعني ما تبقاش عنا حتى حاجة مش مبلولة معناها بالماء زهر. لهنا مازلت ناشفة، معناها ماهيش هذه القوام، مش هذا القوام اللي حاجتنا بيه. لهنا هذا القوام بالضبط اللي حاجتنا بيه، حاجتناش بها تكون عقدة برشا. ناخد بلونش لهنا، وناخد ورقة السمسة نتاعنا سبيسيال سمسة، باش نقسموها على 3 في شكل شرائط، نحاولوا يكونوا متساويين باش يعطونا نفس الحجم الكعب. هنا باش نقصهم بالطريقة هذه من غير ما نفصلهم على بعض، جوست باش ناخذ التراساج وكهو، ومن بعد كل ورقة تتقص وحدها بالطبيعة، باش اللي ما نستحقهاش ما تشيحش، معناها نجم نخبيها ونستعملها مرة أخرى. نفصل الشرائط، شوفوا لهنا العرض نتاع الكعب، ناخذ الشرائط بالوحدة بالوحدة، ناخذ الحشو نتاعنا ونحاول نشكلوها في شكل مثلث كما قاعدين تشوف بالطريقة هذه. نحاولوا ديما نضغطوا على الزوايا باش يتسكروا لنا، معناها ما يخرجوا لناش حشو في وسط الزيت وقت اللي نحطوهم في المقلة. هذا الشكل نتاع الكعبة نتاعنا. هنا فما برشا طرق، كل واحد كيفاش يعملها، معناها تنجم تاخذ الشرائط نتاعك تعملهم ديما هكا كيما عملتهم انا ديريكت، من غير زيت من غير زبدة، فما شكون يدهنهم معناها بالشيرتين، والوصفات الكل يعطوك نفس النتيجة، معناها تدهنها بالزيت ولا بالزبدة من الجهتين. ديما بعد ما نكملو نشكلو كعبة الصمصة نتاعنا، نقصو الأطراف الزوائد باش نكملو بقية الشرائط نتاعنا بنفس الطريقة، لين يوفى الحشو نتاعنا بالطبيعة. نحاولو نسلوها لهنا باش الزوايا تكون مسكرة، متبقاش محلولة. لهنا نحضرو كعبة الصمصة نتاعنا، باش نحطوهم في زيت سخون على نار متوسطة، لأن كما نعرفوا الملصوقة ما فيهاش روح، معناها في ساعة تسيب، دونك جوست باش ناخدو اللون، حاجتنا باللون. لهنا ما حاجتناش باش نطيبو، خاطر ديجا بطبيعتها مسخنة باش تسيب ديريكت، باش تسيب. لهنا يتسائلوا البعض، معناها ما مصورتهاش انا طريقة تسكير كيفاش باش نسكرها كعبة السمسة، تتسكر برشا طرق، معناها انا سكرتها بالطريقة الزمنية القديمة القديمة، معناها بتاعت جدودنا،
سكرتها بالماء والفرينة، خاطر ما نحبش ريحة العظم. فما شكون يسكرها بالابيض متاع العظمة، وفما شكون اللي ياخذ الطرف اخر طرف معناها ويحطه ما بين الحروف متاع الملصوقة من غير ما يستعمل لا ابيض عظم ولا ماء وفرينة. باش نعملوها كالكولا، الفرينة ناخذ طرف فرينة ونزيدوا عليها شوية ماء، دوبا نخلطوهم بالباهي ونعاودو ونحطوهم كيف اللصق. لهنا كعبة الصمصة ما نغفلوش عليها بالطبيعة باش ما تسمرش، حاجتنا باللون الذهبي ما حاجتناش بها سمرة. نقلبوهم شوية شوية، كل مرة نعاود نقلبوهم ما نخلوهمش على وجه واحد. هذا لهنا أخذت اللون اللي حاجتنا بيه. شوفوا لهنا 100 جرام لوز طيحت لي بريسك 15 مكعبة، معناها صحيح باهي. كل نهار تنجم تعمل صحيح، معناها مش بالضرورة تعمل كونتيتي كبيرة وتبات لك وكل. ولهنا صنصة مثلا نعملوهاش كان سهريات رمضان، نستعمل نعملوها نحن في الأعياد في مناسبات، معناها ما هيش مخصصة لشهر رمضان فقط. لهنا نحط كعبات السمسة على بابي سويتو يتسقطروا من الزيت. ناخذ هذا الشحور، الشحور هذا اللي بقالي من محشي تتوين، مرميتوش بالطبيعة، استحفظت بيه في حكة بلار. وكيف استحقيت عاودت بيه اليوم الروسيت هذه، جبته دوب سخنته وخليته يبرد، ومن بعد رميت فيه السمسة كعبات السمسة سخن. نعصلوها بالباهي ونحطوها تتسقطر. نحاولو نزربو في ساعة باش كعبات السمسة ما يبردوش، خاطر ديجا الشحور بارد دونك لازم كعبات السمسة يدخلو سخان. نقلبوها بالباهي في وسط الشحور في وسط العسل، فما شكون ما يفهمش كلمة الشحور، دونك نعسلوهم بالباهي ونخرجوه يتسقطرو. نكملوا الكعبات الاخرانيين كيف كيف، نعسلوهم بالباهي. لهنا الحشو راهو الحشو نتاع الصنفة كيما تنجم تعمل لوز وحده، كيما تنجم تعمل لوز وكاكاوية، لوز وجلجلان، اي فاكهة متوفرة عندك تنجم تعمل. وهذا الشكل النهائي لهنا نتاع الصنفة نتاعنا، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وتشاركوا.